خلينا دلوقتي ننتقل لشباب او لجنه شباب النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه. بنحب دايما برضو هنا نعرض لحضراتكم ايه النشاطات اللي بيعملوها تحديدا. هم نظموا يوم كان رياضي نيلي لممارسه الكاياك، واتكلمنا في اعتقد اكتر من حلقه على الكاياك هنا في 10 الصبح في الاهلي، والتجديف كان بمرسى النادي الاهلي بالجزيره في المرسى هناك. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. لجنة شباب الجزيرة النهاردة أبهرونا بفكرة أوت أوف ذا بوكس خالص، إن إحنا طب ليه كده كله جوه بادل وشطرنج، وما تيجي نروح على المرسى ونعمل دراجون وكاياك للأعضاء. فدي أكتيفيتي جديدة علينا في النادي الأهلي، فطبعا إحنا مبسوطين إن إحنا النهاردة بنقدم نوع الاكتيفيتي ده للأعضاء. وبسم الله ما شاء الله الإقبال هايل، يعني التسجيل كان على اللينك وصلنا لحوالي 200 واحد فيما فيش في ظرف يومين. يعني النهارده كانت في فكره من احد اعضاء اللجنه ان احنا نعمل حاجه للكاياك وحاجه اللي احنا نقدر نستخدم المرسى، وموضوع الكاياك بالذات بعد فتره الصيف الناس محتاجه يبقى في اي نوع من انواع الترفيه شويه، فكانت الفكره هنا اللي احنا عرضنا على اللجنه العليا ان احنا نعمل يوم للايفنت للكاياك وللدراجون بوت بس. فجت من هنا الفكره وابتدينا بقى نشتغل عليها، بقى لنا فتره شغالين عليها من الصيف لغايه ما وصلنا النهارده المنظر اللي انتم شايفينه ده. الاكاديمي اللي معانا هي المسؤوله اللي بتسبلاي الكاياكس والدراجون بوت، هي اول شركه على النيل كله تشتغل الموضوع ده، فاحنا رحنا جبنا اكبر حد بيشتغل الجزء بتاع التجديف والكاياك والرياضات المائيه في النيل عشان نبقى ضامنين السيفتي، نبقى ضامنين هم متاكدين من شغلهم، وطبعا بالمراجعه مع الادارات المختلفه عشان نتاكد ان الاعضاء كلهم يبقى اليوم يعدي. احنا برضو بنتكلم على ميه، مش بنتكلم على حاجه على الارض، احنا بنتكلم على النيل، فبرضو بنبقى مركزين قوي في الحته دي يعني احنا نشتغل عليها. واحنا قلنا الجو كويس دلوقتي، ما بقاش حر زي الاول الحمد لله، يعني فليه ما نعملش حاجه بره، نعمل حاجه جديده يعني مختلفه عن الاعضاء. ممكن يكون منهم جربوها بس جربوها بره النادي، بره اطار النادي، طب احنا نخليهم جوه النادي، ايه المشكله؟ ففكرنا الاول كلنا جمعنا صراحه كلجنه شباب، شفنا ايه الامكانيات اللي متاحه اللي نقدر نعملها، ازاي نقدر ان احنا نشجع الناس انها كلها تنزل، وازاي نقدر ان احنا نضخ كم اعلانات كتير، او ان احنا نعلن ما بيننا بين صحابنا ما بين الاعضاء في النادي في كل مكان ان هم يجوا كلهم يتجمعوا. هو ايفنت طبعا اول مره تنظمه لجنه الشباب في النادي، واول مره نعمل ايفنت الكاياك والدراجون بوت في النادي الاهلي، وكان حلم من احلامي كشخصيا يعني ان انا اوريدي كنت مدربه في الكاياك. وطبعا ده ايفنت ان هو بيشمل كل الاعضاء بجميع الاعمار، ملهوش سن معين، او ممكن يكون ماكسيم اللي هو ال 12 سنه وفوق اي عمر، مش مضطر ان احنا مقتصد بس عن السيدات او الرجاله بس فقط، لا كل الفئات، اي حد عايز يجي يجرب بجد هيتبسط جدا. ويعني اليوم اصلا مش الحمد لله زي الفل زي ما انتم شايفين، والناس كلها فرحانه، واللي بيطلع من الدراجون بيخش الكاياك. اول حاجه عشان كوميونتي النادي الاهلي طبعا يتحب اقسم من غير حاجه، وعرفت من الفيس من الاهلي كوميونتي، دخلت على اللينك وقدمت برقم العضويه والتليفون والحاجات دي، لان تعاملهم حلو يعني والتعليمات عاديه جدا. كنت خايفه ان انا اقع في الميه بس هم هنا مهتمين جدا وادونا تعليمات ان احنا ازاي نعمل بالكياك، ان احنا نعمل بايدينا يعني يمين وشمال، ولبسونا اللايف جاكيت وادونا تعليمات، وفي الميه برده مهتمين بينا جدا، في مركب بتلف حوالينا ان احنا لو حد مثلا احتاج حاجه بيشدوه بيساعدوه كده.